شابتر 9 بيتكلم على ليفينج بيرتوود بارك. في الشابتر ده طبعا بلاك بيوتي هيترك مزرعة بيرتوود بارك أو الضيعة اللي عايش فيها، أوكي، وهيروح مكان تاني وهيروح عند مالك آخر. وكلنا كنا عارفين طبعا إن بلاك بيوتي كان مرتاح جدا في المكان اللي هو كان عايش فيه، اللي هو إيه، بيرتويك بارك، لأن طبعا كان سكوير جولدنز كان كايند، كان شخص عطوف، كان بيحب الأحصنة، وكان برضه حتى الجرومز اللي هم إيه، السياس اللي هو زي مثلا جون وقبليه جيمس، دول كلهم كانوا إيه، كايند، طيبين. تعال نشوف كده السمر مع بعض كده. بلاك بيوتي ليفت هابيلي، عاش طبعا فرحان جدا ات بيرتويك بارك في مزرعة بيرتويك فور 3 years. المدة اللي قعدها هناك طبعا قعدها 3 سنوات but one day، لكن في يوم من الأيام everything changed، كل حاجة اتغيرت. The Gordons had to go away، العائلة بتاع جوردن كان لازم أو مضطرين إن هما يسافروا بعيد. As Miss Gordon was ill، لأن Miss Gordon كانت مريضة، and the doctor said، أو الدكتور advised them، نصحهم إن أو نصحها she must leave England، قال لها إن أنت لازم تتركي الدولة اللي هي إنجلاند، إنجلترا، and go to warm a warm country، وتروحي دولة تكون أحسن دفئا منها، يعني الجو بارد عليها، وطبعا هي مش قادرة تستحمل الجو ده. The squire sold ginger، طبعا سكوير أول حاجة باع جينجر and beauty to his old friend، ده صاحبه who lived at Earlshall Park، طبعا المكان التاني اللي هو راح عليه ايه، بيوتي، اسمه ايه، Earlshall Park، and he gave Merrylegs to the vicar، okay. On their last day، في يومهم الأخير at Birtwick Park في مزرعة Birtwick، Ginger and Beauty brought the carriage up، يعني حضروا العربة to the front door، للباب الأمامي، for the last time، وكانت دي آخر مرة. The squire carried Miss Jordan، وسكوير طبعا حمل Miss Jordan to the carriage، للعربة. All the servants، كل الخدام، were crying، كانوا بيعملوا ايه، بيبكوا. The squire said goodbye again، we are never going to forget you، احنا مش هنقدر ننساكم، وده ممكن طبعا يجي لك هنا ايه، زي comment اهو. وجون سيد سادلي، وجون رد عليه we are never going to see Miss Gordon again، قال له ان احنا مش هنشوف Miss Gordon مرة اخرى. نشوف مع بعضنا الأسئلة. شابتر طبعا صغير جدا وسهل. تعال نشوف كده مع بعضينا. نمبر 1، how long did Black Beauty live at Birtwick Park، يعني قعد قد ايه في مزرعة Birtwick Park؟ قال لي 4 3 years، لمدة كام سنة؟ 3 سنوات. question number 2، why did the Gordons have to go away، ليه العيلة دي كان لازم تسافر بعيد؟ نقول له طبعا ايه، because Miss Gordon was ill، كانت مريضة، and she must live in a warm country، وكانت لازم تعيش في دولة دافئة. what was Black Beauty and Ginger's new home، المنزل بتاعهم الجديد كان اسمه ايه؟ it was Earlshall Park. question number 4، where did Merrylegs go، Merrylegs راحت فين؟ the squire gave Merrylegs to the vicar. number 5، why was Black Beauty's last day at Birtwick Park sad one، ليه كان يوم الأخير في مزرعة Birtwick Park كان حزين؟ طبعا it was a sad day، كان يوم حزين جدا to say goodbye the Gordons whom they loved، عشان هو ايه، هيقول باي باي او هيودع عائلة ايه، جوردنز اللي هو ايه، حبهم. اخر كويسشن معايا اللي هو نمبر 6، goodbye again we are never going to forget you،
احنا مش هنساكم، اللي قال الكلام ده طبعا سكواير او سكواير جوردون. قال الكلام ده مين؟ to his horses and servants، للحصنة بتاعته مين؟ والخدام او الخدم. he was unhappy، كان غير سعيد وغير مبسوط ان هو يتركهم، to leave them and go away، وان هو يسافر بعيد. ده طبعا كل اللي كان موجود معانا على شابتر 9. اتمنى ان احنا نكون استفدنا. thank you، good bye.